كابتن ابو العلا، فريق نادي مصر مع كابتن عبد الناصر محمد، حتى الان في الامكانيات الحاليه تقييمك لاداؤه ايه ونتائجه في الدوري؟ لا، في الامكانيات الحاليه الراجل بيشتغل بامكانيات محدوده جدا، والى حد ما فريق عامل شكل بيدافع معظم فترات اللقاء، هو استراتيجيته كده، ومعاه لعيبه عارفه يعني حفظت طريقه لعبه او تطبيق الطريقه بشكل او باخر. ممكن بيوصل قليل جدا للمرمى، لكن اللي بيوصل فيها بيقدر يحطها جو مشبر خالص. بس النهارده خلي بالك في دفع كتير قوي، يعني يمكن انا وجهه نظري ان الانبي عنده دفع مهم جدا، جاي من 4 تعادلات، فريق نادي مصر جاي من 2 متتاليتين، فعشان كده الامور بالنسبه لهم الاثنين عندهم دوافع، الاثنين عندهم اهداف. انبي عنده مباراه جايه الاهلي، فدي برده تخليه النهارده يلعب باستراتيجيه مختلفه تماما. انبي دايما متعود بيلعب على كاونتر اتاك، لكن النهارده توقعاته هيغير استراتيجيته. المباراه على ملعبه قدام نادي مصر هيبقى طمعان فيه بشكل كبير، هيحاول يفتح خطوط من بدري. نادي مصر مش هيغير الاستراتيجيه بتاعته، هيلعب دايما زون ديفنس، هيحاول يلعب على الكره اللي بتجيله لو قدر يحققها او هو دايما لما بيوصل قليل ممكن يجيب جون. لما بيجيب جون بيعرف يعمل بلوك بشكل جيد، ما بيلعبش كتير على الاطراف، لكن بشكل عام المباراه لو دخل فيها هدف مبكر هيبقى فيها شغل مختلف، وده اللي احنا بنتمناه. مكملين كلامنا مع حضراتكم عن لقاء ام بي ومصر، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا.